التحقيق في حق المتهمين المتابعين في قضية قتل وحرق وتنكيل بجثة المرحوم جمال بن اسماعيل بمنطقة الأربعة نتيرة بولاية تيزي وزو من قبل قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة سيدي محمد، أين أمر هذا الأخير بإيداع 33 شخص متهم آخر في هذه القضية، وجاء هذا القرار بعد أن استمرت جلسات التحقيق لمدة طيلة 4 أيام كاملة ولساعات متأخرة من الليل. هذا وقد أصبح لحد الساعة عدد المتهمين الذين تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة 88 متهم.